مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامج الأمل. وطول عمرنا احنا لازم يكون عندنا أمل في شغلنا، في حياتنا اليومية، في عيالنا، في مالنا، لازم يكون عندنا أمل. خصوصا المرض ومرض السرطان، لازم يكون عندك أمل انك انت تتشافى من هذا المرض. اليوم عندنا حالة أبيكم تسمعونها، أختنا سعاد راح تقول لكم القصة شلون كانت حياتها قبل المرض ولما حاشها المرض عقب ما تشافت. مساء عليك بالخير اختي سعاد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء النور. شلونك؟ الحمد لله. عندك عيال؟ الحمد لله. الحمد أربعة. لله. الله يخليهم ان شاء الله. شكرا. نبي نتكلم عن حياتك قبل ما تكتشفي المرض. حياتك قبل شلون كانت؟ والله حياتي كإنسان عادية، انا موظفة مدرسة يعني. وأولادي موجودين حوالي أربعة. كان آخر بنت عندي كان عمرها تقريباً سنة وثمان شهور. صار عندي ألم بالثدي، ألم شديد يعني. تعرف يعني الإنسان بيسأل المقربين إله وكذا فيه. فعادي المرضيعة بصير معها هيك. ما أخذت وعطيت من الموضوع. يمكن التهاب كذا، فأخذت مباشرة مني لنفسي يعني، سألت الدكتور على التليفون اللي خذي أوغومنتين عيار ألف. أخذت ما حسيت يعني بأي تحسن، فمني نفسي عدت المرة الثانية أخذت علبة ثانية. فقالوا لا لازم تعملي صورة ماموغرام. ذهبت لعملت الصورة، طبعا الصورة مش واضحة يعني، بس الدكتورة اللي رحت لعندها بعدين هي صديقتي قالت لي سعاد أنت شو بتتوقع يعني؟ قلت لها عادي يمكن سرطان. تفاجأت، قلت لي عادي يعني هيك بتقوليها؟ قلت لها يعني الله سبحانه وتعالى خلق المرض وخلق الدواء وإحنا بشر يعني معرضين لهذا الموضوع وعادي، أنا داخل على غرفة العمليات كثير فمثله مثل أي مرض. قال بها ببساطة، قلت لها نعم بالبساطة. قال طيب هاي الصورة مش واضحة، يفضل تستشيري جراح وتعيدي هاي الصورة. قلت لها مو مشكلة. طبعا أنا طنشت عن الموضوع، أصروا علي الأهل لا لازم تروحي لا لا لا. المهم رحت على قسم أشعة مشهور يعني عندنا بدمشق، عملت الصورة فقال لازم نعمل فحص يعني أخذ عينة من المكان. أنا رفضت بس يعني واضحة مع علامات الطبيب شكله، لما بتشوف واحد عم يتعاطف معك وهو ما بيعرفك بتحس إنه الموضوع تأكد عندي. قال لي جملة هيك، أنا ما عاد يعني صار عندي يقين، صرت أبكي. رحنا على الدكتور قال ليش ما عملتي العينة؟ قلت له ما فيش داعي للعينة، لشو أتعذب أنا بالعينة وأنت بدك تعمل عملية جراحية تشيل الورم؟ قال لي لا لازم نتأكد من الانتشار الموجود في الصدر، لازم ترجعي. رجعنا حجزنا موعد ثاني ورجعنا، دخلت على الغرفة وبدون تخدير أخذوا العينات. يعني تخيل إنه الإنسان ينزل إبرة طولها يعني مش عارفة يعني شيء 12 سنتي في الثدي، تنزل 7-8 مرات تأخذ عينة. طبعا أنا من سدحة ودموعي أربع أربع مثل ما بيقولوا أربع أربع أي نعم. بس ألم فظيع يعني، إن شاء الله كله أجر وعافية يعني. الله ما بيختار للأمراض الصعبة إلا عباده الصالحين يعني واللي بيحبهم. إن شاء الله وأنت من الصالحين. الحمد لله رب العالمين. قالوا من حين للعينة، حللوا العينة طبعا وطلع سرطان يعني قوي جدا من أنواع السيئة يعني كانت، والشكر لله. فقرروا العملية أنه استئصال كامل. أنا رفضت طبعا بالبداية أنه استئصال كامل. قلت لهم طيب إذا العملية يعني أول مرمى يعني صغيرة يعني ليش الاستئصال الكامل؟ يعني شيل الورمة وخلاص عمل تجميلي. طبعا مسيرة طويلة من دكتور لدكتور من محافظة لمحافظة، تجميلي لا مش تجميلي كذا على حسب التشريح.
فذهبنا لدمشق يعني بأحد المشافي، الدكتور حكى أنه راح نجيب المخبري معانا يحلل كل نسيج من نسيج الجسم لحد ما نشوف أنه هل نستأصل كامل أو نستأصل جزئي. طبعاً البنج كان لمدة 5-6 ساعات العملية أخذته أنا. من أول تحليلين كانت النتيجة أنه استئصال كامل. بعد فترة بعد ما تشافيت وتعافيت والحمد لله رب العالمين، طبعاً ما كتبوا لي علاج كيماوي بالبداية، أنه خلاص تاخذي علاج التاموكسفين وكافي. لكن بعد فترة جيت على الكويت، عملوا دراسة شاملة عني، ذهبت عند دكتورة ثانية، فيعني لله الحمد يعني كانت دكتورة كثير مهنية ومحترمة جدا تحترم مهنتها. المهم قالت لي احنا الأطباء اللي بنشتغل بالكيماوي عندنا الهجوم خير من الدفاع، فلازم تاخذي كيماوي. قلت لها انا يعني صار لي 4 شهور متعافية. قال لا لازم تاخذي. قلنا توكلنا على الله ناخذ اول جرعة. اخذنا الجرعة الاولى، اخذت الثانية، اخذت الثالثة. الثالثة توقفت. ليش؟ ما عندي قناعة انه هذا العلاج المناسب لمرض السرطان. رقم ان الدكتورة قالت لك لازم تاخذين كيماوي. لازم تاخذي كيماوي 7 جرعات، وكل جرعة بين الجرعة والجرعة 21 يوم. فلما اخذت الجرعة الاولى انا اول يوم ما حسيت بشيء، يعني اول ساعات يعني، بس بعدين لما تشوف النار كأنه نار مشعلة بجسم الإنسان، وأحياناً حتى يعني بتأثر على عقل أنت، بتصير تتصرف وتتكلم أنت ما بتعرف عن نفسك شو تكلمت، والتعب والاستفراغ والدوخة، وعندي أولاد صغار، يعني ما كنتش مستوعب الموضوع صراحة. الثانية أجبروني عليها، الثالثة أجبروني عليها، الرابعة قلت لا والله ما عاد أخذ. طيب ليش؟ لا يمكن الله سبحانه وتعالى يجعل العلاج في الكيماوي، لأنه هذا قاتل، إذا يقتل الأشياء الحية فكيف يعني مستحيل يكون العلاج هذا، لازم يكون في علاج ثاني. فأنا مش مقتنع. يهديك يرضيك، قلت لهم أبدا الأعمار بيد الله ما راح أتابع. أجيت لهون طبعا بالصيف، أجيت بعد 4 شهور. طبعا أنا بال 2005 عملت الاستئصال كامل. رحت على الدكتور صادق أبو زلوف الله يسعد مساه، يعني بس أوجه له تحية، إنسان راقي جدا. اتحاور معي يقول لي يا سعد ليش ما بدك تاخذي العلاج؟ قلت له أنا ماني مقتنع بالعلاج. قال لي طيب أنت أخذتي 3 جرعات وهذول كلياتهم تعب على الفاضي ما فيهم فايدة. قلت له ليش؟ قال المادة اللي كانت موجودة غير كافية يعني، فأنت أخذتي يعني تعبتي على الفاضي، خلينا نعطيك الجرعة الرابعة. قلت له طيب شلون اشرح لي الكيفيه؟ قال لي خلاص تاخذي هاي الحبه، طبعا كتب لي على الحبه ورحت اخذتها، تاخذيها بالمساء وبتنامي والصبح بتيجي لعنا بتاخذي الحبه الثانيه، بنعطيكي وانت هيك مرتاحه وما بتحسي بشيء. ارتحت لكلامه يعني سبحان الله. اخذت الجرعه الرابعه بالكويت، اما الباقي كلهم كانوا بسوريا. وفعلا ما حسيتش في البدايه بالاشياء اللي صارت. بعد المرض تغيرت يعني حياتي تقريبا 180 درجة، بإني أثق بما قدره الله لي، وأنه هذا كله مقادير، وأنه لازم إحنا نكون راضين، من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قررت إني أدخل في مجال التثقيف الديني أكثر، فدخلت دور القرآن، والحمد لله يعني ما فيش غلو بحياتي، يعني أنا إنسانة متوسطة في كل شيء، يعني ما بعطي الأشياء أكثر من حجمها، يعني الحكمة زادت عندي الحمد لله. إنسانة بسيطة جدا الحمد لله رب. الحمد لله هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. هينة لينة بس أحيانا شوي عند الحق لا ما بتنازل. الحين حياتك الحمد لله ردت يعني مستقرة الحمد لله. هلأ صار لي من 2005 هلأ احنا 2021 يعني تخيل أنا صرت مستشارة في المرض، أي واحدة تحس في أعراض تتصل علي تقولي انا صار معي كيت، اقولها لا طمني بالك ولا تهتمي، انت معك كتل دهنيه ما فيك شيء اطمني. وفعلا سبحان الله صار اللي احكي لها شغله يطلع فعلا معها. اي وحده تنصاب بالمرض يعني احد الاشخاص انصابوا بالمرض اللي هي بنت عمي تقولي انا بتصل فيكي بس عشان اخذ الشجاعه، تاخذ الطاقه الايجابيه. اي والله نعم. يعني اي واحد كان ينصاب يقولي انا بتصل عليكي بس عشان تعطيني قوه للامام بالقوة الإيمان اللي كانت عندك والإيجابية والتقبل، والحمد لله رب العالمين. أختي سعاد مشكورة،
حبيبي. يعني خذيني من وقتك وجبناك من بيتك عشان تقولين قصتك ومعاناتك مع هذا المرض اللي انت تغلبتي عليه. الحمد لله. شفتوا اختنا سعاد وسمعتوا قصتها، هي غلبت المرض مو المرض غلبها. الحاله هذه وايد شدتني وكنت منصت لها تماما. نشوفكم باكر وبحاله جديده ومختلفه تماما. مع السلامه.